هو طبعا ما حدش ينكر ان دور المرأة دلوقتي والبنات يعني لا الدور فعال جدا وما شاء الله يعني عاملين لا بالأمانة بصمة بشكل يعني واضح جدا في مختلف المجالات. لكن برضو عايزين نعرف منك ايه وجهة نظر بقى يعني الجهة الأخرى، ايه وجهة نظر الناس اللي هم أصحاب الشركات وأصحاب المهن يعني بشكل خاص، يعني بيبقوا ليه بيفكروا بالشكل ده؟ ليه الطبيعة بتاعتهم بتقول ان لا انا بحتم على المهنة دي ان هي مثلا تكون مش متجوزة، تكون مثلا مش مخطوبة، تكون مش حامل، تكون مثلا في حد عايز حد بحجاب، حد من غير حجاب، حد تاني عايز مثلا شكل معين، الشكل ده ممكن ما ينفعش للمهنة دي، بيبقى ايه الفكرة من الموضوع نفسه؟ علشان هو اتربى على كده، علشان ده الاساس بتاعه هو اساس معتقدات مجتمعية. انت في الاخر انسان عايش في بيئه اجتماعيه، بقى بتشتغل موظف، بتشتغل صاحب شركه، في الاخر انت تشربت حاجات مجتمعيه معينه، والحاجات المجتمعيه والمعتقدات دي ما بتروحش بين يوم وليله، فانت بتستسهل، ما بتاخدش الريسك. معظم اصحاب الشركات ما بياخدوش الريسك ان هم يجربوا، ما بياخدوش الريسك ان هم يدوا فرص، مش فاهمين لسه يعني ايه فرص متساويه للجنسين، يعني ايه ما نديش الفرصه للراجل وما نديهاش للبنت، عشان انا شاكك ان هي لو متجوزه مش هتشتغل كويس، انا شاكك ان هي لو خلفت اصلا هخسر 3 شهور. دي قوانين عاملاها الدوله، مش بس الدوله ده، في العالم كله. فهو صح. بس لو اقتنع انه لازم يبقى فيه فرص متكافئه، انت عارف الفكره في ايه؟ الفكره انه حقيقي حقيقي الموضوع كله محتاج ببساطه ندي الفرصه ونشوف مين الكفء اكتر ياخدها. صح. المشكله بتاعت الصور النمطيه ان انت اصلا ما بتديش الفرصه للست، فده ظلم. لكن اديها، والله يا سيدي هي ما طلعتش كفء، يبقى هي تشتغل على نفسها لحد ما تبقى كفء تاخد الفرصه. احنا ما بنقولش ان الستات تاخد فرص بدون اي كفاءه، لكن على الاقل يعني من حقها الاساسي قوي 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 ان هي يبقى ليها الفرصه. ما اقعدش اتخيل ايه اللي ممكن يحصل، يعني ده قصدك؟ ما اقعدش ان أيوة، ما اقعدش نفرض لا اصل مش هتبقى ملتزمه، لا اصل مش هتبقى بالظبط. يعني بالزبط. انت بتدي assumptions او افتراضات انت ما عشتهاش وما لمستهاش، فده بيدي ظلم، انت ما بتديش الفرصه اصلا. واصحاب الشركات انا بشوف ان اصحاب الشركات هم نوع من انواع القيادات، فلازم يبقى عندهم هم كمان قيادات او ايمان شخصي من جواهم ان هم يبقوا انوفيتيف او مبتكرين او يطلعوا بره الصندوق والقوالب المجتمعيه، لانه جيت وات ده هيساعدهم في شغلهم. ادي الفرصه، وممكن البنت اللي متجوزه وعندها عيال تنجحك وتبقى شاطره جدا لان هي عارفه كويس تعمل ايه. صح. لكن ما تمنعش فرصه بس. صح. طيب نميس، انتوا من خلال الحمله بتحاولوا ان انتوا يعني تمام، احنا فاهمين انه هنا في مشكله وفي بعض الصور زي ما بنقول ان هي متاخده كده بشكل عام عن البنات او السيدات، بتحاولوا بقى توصلوا ايه وبتتعاملوا مع ده ازاي؟ يعني هل مثلا بتعملوا الحمله دي على الاونلاين على الفيسبوك، او بتنزلوا الشارع، او بتكلموا اصحاب المهن، بتعملوا ايه بالظبط؟ احنا في الاول وفي الاخر احنا مجازين، دورنا التوعيه من خلال المحتوى. تمام. نقطه. فاحنا بنعمل توعيه لعدد الناس اللي بتتابعنا واللي مش بتتابعنا من خلال المحتوى. المحتوى ده بيتعمل له استراتيجي، احنا عايزين نتكلم عن الصور النمطيه. أوكي. فبنبدا الاول نعرف الناس يعني ايه صور نمطيه للبنات في اماكن العمل، وبنبتدي نسالهم، فالناس تتشارك معانا ليه الصور النمطيه دي غلط وازاي بتاثر على المجتمع كله وبتاثر على الاقتصاد و و و و، فالناس بتيجي تفهم ان الموضوع اكبر من مجرد كلمه بتتقال وفرصه ما بتتقالش، ده موضوع ممكن يسمع في اقتصاد دول، يسمع في مجتمع كامل، وبيسمع في حاجات مختلفه. فاحنا بنعمل محتوى توعوي اونلاين، لان احنا اونلاين ماجازين وبنقدمه من خلال السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا. هل بنعمل حاجه على الارض؟ لا، ده احنا بنشوف ان التوعيه الناس اللي بتستقبلها البنات مثلا هتبتدي تعرف ايه اشكال الصور النمطيه، لانه ممكن يتمارس عليها الصور النمطيه دي وتحس ان ده العادي، فهي لازم تعرف انه لا ده مش العادي، انت ممكن تنجحي وان ده مش صح. فاحنا دورنا الاساسي هو التوعوي. عظيم جدا. طيب قولي لي كده ايه برضو اكتر المشاكل اللي احنا